بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وقاية الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبورة مائية الصبح بتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ديما، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. امبارح يمكن كنت بتقولي لي ان في ارتفاع طفيف في درجات الحراره درجه او اتنين، عايزين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده. بالفعل يعني احنا بنشهد خلال هذه الايام استقرار في الاحوال الجويه، ارتفاعات طفيفه في قيم درجات الحراره، لان احنا بيأثر علينا امتداد لمرتفع جوي من طبقات الجو العليا بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، فبالتالي بيساعد على احساسنا بارتفاع درجات الحراره. يمكن احنا اعلى من الاسبوع الماضي بمعدل من درجه لدرجتين، بعض المناطق وخاصه في جنوب الصعيد هيبقى اعلى بحوالي 3 لـ4 درجات، لان بعض المناطق في جنوب الصعيد عظمى فتره النهار بتوصل ل 37 و38 درجه مئويه. عشان كده احساسنا بالطقس خلال فتره النهار وطقس خريفي مائل للحراره على القاهره الكبرى، الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، طقس معتدل تماما على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، طقس حار، ويمكن خلال الايام المقبله كمان هيكون شديد الحراره على المناطق الموجوده في جنوب الصعيد. ده بيكون فتره النهار وتحديدا كمان في فتره الظهيره، لكن فور غياب اشعه الشمس وتكون فترات الليل هيستمر انخفاض درجات الحراره، ويمكن كمان هو ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر. الجو كان برد امبارح بالليل فعلا، يعني بالفعل حتى فترات الفجر فتره الصباح الباكر الاوقات دي هتظل فيها درجات الحراره منخفضه بمعظم محافظات الجمهوريه، وخاصه كمان في الاماكن المفتوحه بشكل كبير، الاماكن اللي لها ظهير صحراوي، المدن الجديده درجات الحراره فيها بتنخفض بشكل كبير خلال فترات الليل. بالاضافه كمان الظاهره الجويه المؤثره معانا دايما في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه هي الشبوره المائيه، هيستمر معانا تكون شبوره مائيه خلال فترات الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه السريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ويمكن هي اليوم كانت كثيفه احيانا على بعض الاماكن من مدن القناه سواحلنا الشماليه الشرقيه وسط سيناء. خلال الايام المقبله متوقع ان هي تكون كثيفه في معظم محافظات الجمهوريه، شبوره مائيه كثيفه يعني مزيد من الانخفاض في الرؤيه الافقيه اللي احيانا بتوصل لحوالي 1000 متر في بعض الطرق. فعشان كده مهم جدا ننصح كل الساده المواطنين خلال الوقت ده لو احنا بنسافر فتره الصباح الباكر ومسافرين على الطرق، لازم تكون القياده دي قدام، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، ونتبع طبعا كافه تعليمات المرور. ومهم كمان لو احنا بنرجع من اشغالنا في ساعات الليل المتاخر او بنخرج فتره الصباح الباكر يبقى معانا جاكيت خفيف. بالظبط، تكون الملابس ملابس خريفيه، ممكن نزود قطعه ملابس اضافيه للاطفال وهم رايحين المدارس، لان فتره النهار وفتره الليل فيهم فرق كبير في درجات الحراره، دايما في فتره النهار فترات الليل هيكون فيها بروده، وده مستمر معانا يمكن على مدار هذا الاسبوع كله باذن الله. طيب في اعصار اسمه اعصار تيج، ده في بعض الدول هتتاثر بيه، هل مصر من الدول دي؟ بالفعل اعصار تيج بيأثر خلال هذه الاوقات في غرب بحر العرب، وهيأثر بشكل كبير على سواحل سلطنه عمان وكمان اليمن، ووصل الاعصار من الفئه الثالثه، يعني سرعات رياح بتتجاوز 175 كيلومتر على الساعه، لكن الحمد لله في جمهوريه مصر العربيه احنا بعاد تماما عن تاثير هذا الاعصار، لان تاثيره هيكون امطار غزيره على سلطنه عمان واليمن، ارتفاع امواج بيتجاوز 6 و7 امتار، طبعا فيضانات وسيول وسرعات رياح عاليه جدا، لكن احنا هنا في جمهوريه مصر العربيه ما فيش اي تاثير من هذا الاعصار، توزيعات الضغطيه مختلفه، كمان الطبيعه الجغرافيه في جمهوريه مصر العربيه ما بتساعدش بشكل كبير على تكون الاعاصير، لان عشان يتكون الاعاصير لازم يكون في مسطح مائي واسع بشكل كبير زي المحيط الهندي اللي الاعصار تتكون عليه وتعمق عليه بشكل. طيب كمان كنت عايزه اسال حضرتك عن حاله البحر الابيض والابيض المتوسط والبحر الاحمر كمان الفتره دي. يمكن احنا خلال هذه الايام ملاحظين اعتدال سرعات الرياح بشكل كبير، يمكن احنا مش ملاحظين في وجود نشاط رياح، وده بدور بيدي مردود بشكل كبير على المسطحات المائيه، فبالتالي احنا عندنا اعتدال بشكل كبير على مسطح البحر المتوسط وايضا مسطح البحر الاحمر،
الامواج على البحر المتوسط لا يتجاوز 1.5 متر، على البحر الاحمر لا يتجاوز ايضا 2 متر. فبالتالي البحرين الاحمر والمتوسط مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. الحمد لله الاحوال الجويه كان على مدار هذا الاسبوع كله تفضل مستقره، يعني فقط بس هو لازم ناخد بالنا منه فرق درجات الحراره عشان ما نصابش بنزلات البرد والشبوره المائيه فتره الصباح. هل في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره على مدار الاسبوع اللي جاي؟ لان يمكن حضراتكم نزلتوا منشور او بيان بدرجات الحراره من لحد يوم السبت القادم. يعني هي مش هتبقى انخفاضات ملحوظه، هتصل درجات الحراره اعلى من المعدلات. يمكن احنا لحد يوم الاحد اللي جاي تصل درجات الحراره حول 30 درجه مئويه، فمش هيكون انخفاضات ملحوظه، لكن الانخفاضات الملحوظه هتظل خلال فترات الليل خلال الاسبوع القادم كمان. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 30 وصغرى 21، العاصمه الاداريه 30 21، الاسكندريه 28 20، العالمين الجديده 29 19، مطروح 26 18، دمياط 29 21، بورسعيد 28 22، اسماعيليه 31 21، السويس 30 21، العريش 29 20، كاترين 27 11، طابه 29 21، حلايب 31 24، شلاتين 34 24، شرم الشيخ 32 24، الغردقه 33 22، الفيوم 31 20، بني سويف 31 19، الوادي الجديد 34 20، اسيوط 32 17، سوهاج 33 18، قنا 35 20، الاقصر 36 19، واخيرا اسوان 37 21. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس النهارده، لكن نخلي بالنا ان في ساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر بيكون الجو في اختلاف كبير وانخفاض في درجات الحراره. ناخد معانا ملابس خفيفه كده او جاكيت خفيف يكون معانا، ونخلي كمان بالنا من الشبوره المائيه في الساعات الاولى من الصباح. هرجع مره تانية لمحمد ومنى عشان نكمل معاك فقره صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.